ولكن تسأل هل يمكن اليوم أن نستثمر هذا السجال وهذا التراث وهذه الطروحات من أجل البحث عن الجسر المشترك؟ أنا لن أذهب إلى القول بأن الطرف الآخر، كما بيّن الأستاذ بوخبزة في عرضه وفي كتابه، إقصائي حدي وسطحي وعنده نظرة جاهزة مسبقة وتلميذ صغير للمستشرقين من يهود ونصارى وملاحدة ماركسيين. لن أذهب إلى هذا. نحن نستطيع أن نمد الجسر من جهتنا ونبسط يدنا وننتظر، ولكن هذا مستحيل إذا ما أصر هؤلاء على أن يبقى لهم منزع يوناني، لأن المشكل العويص الذي لا يمكن فيه الجمع بين الحكمة والشريعة بلغة ابن رشد في فصل المقال هو أن الفكر اليوناني كما قرأه الفلاسفة المشاؤون الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم وابن مصرة، هو يرى الندية للفيلسوف مع النبي وليس مع الفقيه. عو جيدا، إن الفلاسفة لا يرون أنفسهم أدادا للفقهاء، لا بأس، الفقيه عقل والفيلسوف عقل، ولو أن المنزعين والمنهجين والمصدرين مختلفان مش يشغلنا، لكن الفيلسوف يحاول أن يتسلل إلى عقولنا ليقول إن الفيلسوف يصل إلى الحكمة أي إلى الحقيقة أي إلى الغيب والشريعة بطريقة مستقلة عن الأنبياء، وأنه إذا كان عوام الناس وبسطاؤهم وغوغاؤهم ودهماؤهم وسدجهم وجهالهم وعمومهم يحتاجون إلى النبي ليعلمهم عن طريق الوحي، فإن الفيلسوف بالنظر والتأمل لا يحتاج إلى الوحي. وهذه نقطة يستحيل معها أن نبحث عن أي أرضية التقاء. عندما يتواضع الفلاسفة يتخلصون من عقدة المشائية، يرون الفيلسوف مجرد إنسان وليس نبي أو مشروع إله. عندما يقبلون أن يقارنوا عقلا بعقل، وأنا بكل تواضع في كتاب القرآن والعقل بيّنت أن العقل مسألة نسبية وأن للفقهاء عقلانية باذخة أسمى وأرقى وأكثر جدية وموضوعية من عقلانية الفلاسفة المضحكة، عقلانية نظرية الفيض وعقلانية الجاذبية بالعشق وعقلانية خلط الغنوص بالباطنية بالتفلسف بالإلحاد بالزندقة بالهيمان في قمة تقديس العقل وتغييب العقل. يعني كيف يجتمع، كيف يجتمع أن الفلاسفة الذين تبخبخوا بعقلانيتهم انضم إليهم طائفة من متفلسفة الصوفية ومتفلسفة الباطنية ومتفلسفة الغنوصية ومتفلسفة الشيعة، وبدأوا بمناهج الفلسفة يبررون في الحلول والاتحاد والعشق الإلهي ونظرية الغنوص العجيبة. كيف يجتمع الغنوص مع العقلانية والغنوص ضد العقلانية أساسا؟ كيف يبحث عن جذر هذا في الفكر اليوناني؟ كيف يتم التلبيس والتخبيص إلى هذه الدرجة؟ مرة أخرى نعود إلى علي سمين الشر، ليس في كتابه الموجز والدقيق اللي هو مناهج البحث عند مفكر الإسلام واللي هو مناهج البحث عند مفكر الإسلام، وإنما في كتابه الضخم المفصل من 3 مجلدات نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. فيما قرأت لم أجد رجلا استطاع أن يبين الجذور الغنوصية للفكر الفلسفي الذي يدعي العقلانية مثل هذا الرجل جزاه الله خيرا. مرة أخرى، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي سمين الشار، 3 مجلدات ضخمة كثيرة العدد من الأوراق وبحروف منملة جدا، لو طبعت بحروف عادية لكانت 10 مجلدات. إذن